اهلا بكم، هذا برنامجكم 90 دقيقه من قناه المحور، وانا معكم محمد الباسي. رئيس عبد الفتاح السيسي يواصل عدد من اللقاءات المهمه جدا قبل ساعات من بدايه قمه العشرين للشراكه مع افريقيا. كنا اشرنا لحضراتكم امبارح، وكما قال لنا السفير خالد جلال سفير مصر في المانيا، انه هذه القمه فيها جلستين اساسيتين، لكن على هامش القمه في عدد من اللقاءات بعضها سياسي وبعضها اقتصاد. رئيس النهارده قابل نائب رئيس شركه مرسيدس بنز في حديث عن تطوير صناعه السيارات هنا في مصر ان شاء الله، وقابل ايضا وفد الاتحاد الفيدرالي الالماني للصناعات الامنيه والدفاعيه في المانيا، وزار كمان مقر البرلمان الالماني البوندستاج، ورحب به رئيس البرلمان الالماني بشكل كبير جدا، مقدرا كما قال عمليه التنميه الشامله التي تحدث في مصر الان. على اي حال القمه ان شاء الله هتبدا رسميا بكره، واعتقد هيكون عندنا تغطيه لمشاركه الرئيس وكلمته في الجلسه الرئيسيه. عايز اقول لحضراتكم حاجه، بينما يعمل الرئيس وبينما يتحرك بين دول العالم المختلفه لتحقيق الحقيقه، استراتيجيه مصر عاملاها بتقوم على اساسين، اساس مكافحه الارهاب واساس التنميه. في الوقت ده مصر هنا منتظره بعض التغيير، بعض التغيير في الوجوه اللي اشتغلت خلال السنين اللي فاتت على مستوى الوزراء وعلى مستوى المحافظين. الحقيقة ممكن تختلف أو تتفق مع أداء المسؤولين في مصر، لكن هذا الأداء في النهاية بيبقى مرهون بظروف اللي بيشتغلوا فيها، بالإمكانيات المتاحة بالنسبة لهم، كمان برؤية المسؤولين.